جاءت عمليات اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين إماراتيتين مدنيتين مستوفين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك ضعف موقف دوحة الإرهاب التي تعيش حالة من التخبط الواضح والمستمر مع استمرار المقاطعة وما تتكبده من خسائر باهظة تدفعها لردود أفعال انتقامية غير محسوبة وتمثل انتهاكا صريحا ومباشرا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وعبرت تلك الحالة صراحة عما تشهده الدوحة من اضطراب وتخبط ناتج عن ضعف الموقف وتأزمه بالنسبة لها، بينما في الجهة المقابلة يؤكد ذلك صحة وسلامة موقف دول المقاطعة التي حذرت من الانتهاكات القطرية التي تضيف إليها الدوحة انتهاكات جديدة للقانون الدولي، بما يتطلب ردعا لتلك الدولة التي تعتمد على سياسات خارجية عدائية وموالية وداعمة للعناصر والكيانات الإرهابية التي تمثل خطرا على الأمن والسلم ليس في الإقليم فقط بل في العالم أجمع.